يعني جدليات المرأة والمأمول والمطلوب من الرئيس القادم اليوم هام، ورسالتك للمصريين إيه؟ بالأخص أن تمثلي الحزب الناصري، يمكن من الأحزاب نقول اليسارية الوسطية شوية. تفضلي يا فندم. خلينا نقول انه الحقيقه انه احنا كل مصري ومصريه عايشين على ارض مصر في الظرف ده هم اصحاب مسؤوليه تاريخيه وطنيه. ان احنا في وسط هذه الاحداث اللي عايزين نحافظ فيها على امننا الداخلي، عايزين نحافظ فيها على امننا القومي العربي فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، وايضا الحرب اللي على حدودنا الغربيه، وايضا الحرب اللي على حدودنا من ناحيه السودان. احنا مصر النهارده في حذاء حواليها حزام من النار. مطلوب منها تحديين: الاول الحفاظ على الامن الداخلي والتطور ومعالجه الازمه الاقتصاديه. التحدي الاخر هو حفاظ على الامن القومي المصري الذي يبدا بالامن القومي العربي في الحقيقه، وده فكره البعد القومي في مصر هام جدا نظرا لدورها التاريخي وايضا موقعها الجغرافي، وايضا فكره ان هي صاحبه القياده والرياده في المنطقه العربيه ككل. كمان مصر هي كانت مناره العالم، يعني اذا قلنا التاريخ بدا منين، هو بدا من عند المصريين، وبالتالي كل مصريه وكل مصري عليهم مسؤوليه تاريخيه في الظرف الموضوع اللي احنا عايشين فيه النهارده. لابد من ان هم يقدموا نفسهم ويلبوا الندى لبلدهم ده عشان مصر الطيبه قبل اي حد، قبل اي حد. انت بتخرج النهارده عشان دورك في 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 ممارسه حقك، ولكن ايضا واجبك بتقدمه في حب هذا الوطن. ده اللي كنت لسه هنقله يا استاذ ايمن، انه الانتخابات الرئاسيه هو اعلى استحقاق دستوري صحيح الحق للمواطن، لكن ايضا هو واجب وطني كمان. فكره نسبه المشاركه النهارده، لما اقول ان المصريين طلعوا بنسبه مشاركه كبيره، بيقول للعالم كله برغم كل ما نعيشه من تحديات، برغم الازمه الاقتصاديه الموجوده في العالم والقت بظلالها على مصر، وبرغم كل ما حولنا من نزاعات ومن صراعات، لكننا في البدايه عنينا على بلدنا. احنا عنينا على بلدنا، احنا بنحافظ عليها، احنا موجودين بنلبي الندى شكل حضاري، لاننا اصحاب الحضاره واصحاب الثقافه اللي ليها علاقه بفكره التنوير، وبالتالي احنا موجودين النهارده في شكل حضاري عن طريق صندوق الانتخابات بنحمي مستقبل بلدنا. يعني اسمحي لي اقول بس قبل ما انقل الكلام للاستاذه ريهام، الوطنيه دورها ايه النهارده؟ دورك كوطني ونزولك، حتى لو انت بتشعر بنوع من عدم الثقه او عدم اليقين في صوتك، لكن في جزء واجب وطني. الواجب الوطني دايما بيحتم على المصريين انه عنده ايمان ببلده، انه احنا اولادنا لما بينزلوا يروحوا يأدوا الخدمه الوطنيه في الجيش صحيح، بنبقى شايفينه ان هو بيحمي بلدي، شايفينه بيحمي، هو شايف انه بيحمي امه واخته وجاره وجارته وبيحافظ على البلد. كمان ذات السلاح، زي ما انت شايل سلاح عشان تحمي بلدك، ذات السلاح بتاع كل مواطن مصري بلغ سن 18 عام النهارده هو صوته في الانتخابات. في الحقيقه خليني اقول لك يا استاذ ايمن ان الست المصريه هي الكتله الحرجه في هذه المعادله، ان لو بصينا على كل الاستحقاقات مش بس الانتخابيه كمان الوطنيه، زي ما التقرير عرض من شويه ثوره 19، المرور بكل التفاصيل اللي حصلت برغم التمييز السلبي ضد المراه لعقود، الا انها في 30/6 نزلت حمت الشمس لبلدها. لما نزلت الميدان ما نزلتش بمنطق ان هي فرد، لا هي راحت بتأدي واجبها الوطني، اللي هو زي ما بتروح فرح او عزا بتلم جيرانها واصحابها واولادها وتقول يلا عشان احنا نأدي الواجب. شفنا ده يعني بتجلي في كل صح ميادين 30/6. تسونامي 30/6 كان من اللي صنعها المرأة المصرية، عمود البيت، عمود الخيمه. ده مش تحيز، اتفق معك، لا بالظبط ده مش تحيز، لكن ده المصريين كلهم يتفقوا معك، اقرار للواقع، ده اقرار للواقع. من 30/6 كل العالم بقى عينيه على الست المصريه ان هي الكتله الحرجه. النهارده انا بقول لنفس الكتله الحرجه، انزلي كملي اللي بداتيه، احمي بلدك واحمي مستقبل ولادك. اكتر حد بيبص على مستقبل ولاده وبيبقى عايز يحميهم هي الست المصريه.